بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما وعدناكم مازلنا مع تكريم التلاميذ المتفوقين. ماناش نكرموا وخلاص باش اللي راهم يشاهدوا فينا يعرفوا، رانا نكرموا في التلاميذ المتفوقين. طيب اليوم راهي معنا تلميذة إيمان متفوقة، راح تعرف عن نفسها. تفضلي إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذة بالبراهيم إيمان، أدرس بثانوية قويدري محمد، اجتزت هذا العام شهادة البكالوريا وتحصلت عليها بمعدل 18.10 كما راكم تسمعوا. طيب إيمان، النجاح اللي حققته لمن تهدي النجاح تاعك هذا؟ أولا أهدي نجاحي لوالدي الكريمين اللذين ساعداني في طيلة مشواري الدراسي. جيد. ثانيا أهديه لجميع أقربائي من خالاتي أو أعمامي ولكل من ساهم في نجاحي من قريب أو بعيد، خاصة أساتذتي في المؤسسة أو خارجها في الدروس الخصوصية. بارك الله فيك. طيب إيمان، آخر سؤال، شو التخصص لك بغيت تبعيه ولا شو الطموحات تبعك إن شاء الله في الجامعة؟ تخصصي لم يحدد بعد، إذ أن الأمر متروك للمعدل الموزون، حيث أنني مترددة بين تخصص طب وذكاء اصطناعي. بارك الله فيك، إن شاء الله نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في المستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما وعدناكم ما زلنا مع تكريم التلاميذ المتفوقين. تنبيه صغير، ماناش نكرموا في التلاميذ وخلاص اللي جابوا الباك، رانا نكرموا في التلاميذ المتفوقين. بارك الله فيكم. طيب رانا مع تلميذة متفوقة راهي معنا، تفضلي خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذة خليفي خديجة، أدرس في ثانوية قويدري محمد. جيد. تحصلت على شهادة البكالوريا لدورة 2023 بمعدل 18.36. بارك الله فيك، كما سمعت 18.36 معدل مشرف مشرف جدا. طيب خديجة، لمن تهدي النجاح هذا التفوق اللي حققته لمن تهديه؟ أولا الشكر لله عز وجل سبحانه وتعالى، دعاوي جميع والدي وحتى جدي، ربي يحفظهم إن شاء الله، حتى جدتي الله يرحمها، ربي يرحمهم إن شاء الله، قاعدين اللي وقفوا معايا. إيه؟ نهدي تحياتي لوالدي. إيه؟ اللي هما اللي وقفوا معايا. إيه؟ الوالا، ربي يحفظهم إن شاء الله، وخاوتي وقاعدين الأساتذة اللي وقفوا طول المسيرة تاعي، أساتذة ثانوية قويدري محمد. طيب بارك الله فيك. طيب خديجة، آخر سؤال، طموحات تواك، ما هي طموحات تواك في الجامعة ولا التخصص اللي حابة تبعيه في الجامعة؟ لحد الآن مانيش مقرر سواسو، صراني ما بين طب أو إعلام آلي. طب وإعلام آلي، إن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله إن شاء الله نشوفك طبيبة في المستقبل، ربي يوفقك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما وعدناكم ما زلنا مع تكريم التلاميذ المتفوقين. رانا ننبهوا في كل مرة، ماناش نكرموا في جميع التلاميذ الناجحين في البكالوريا، رانا نكرموا في التلاميذ المتفوقين. طيب راهي معنا تلميذة متفوقة بمعدل متفوق من ثانوية قويدري محمد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تلميذة قرباجي نورهان من ثانوية قويدري محمد، المتحصل على شهادة البكالوريا لعام 2023 بمعدل 18.17 كما راكم تسمعوا، معدل مشرف مشرف جدا. طيب نورهان، التفوق هذا اللي حققته هذا النجاح اللي حققته لمن تهديه؟ عندي الوالدة تاعي اللي كان لها فضل كبير في النجاح تاعي، ربي يحفظها ان شاء الله، اللي عاوني بزاف، والعائلة كلها اللي فرحت بالنجاح تاعي. ايه؟ والأساتذة خصوصا الأستاذ تاع الفيزياء جزار والأستاذ تاع الهندسة الكهربائية داود. بارك الله فيك. طيب نورهان، آخر سؤال، الطموحات تاعك ولا التخصص اللي حابة تبعيه في الجامعة؟ مازال ما قررتش واش راني حابة ندير في الجامعة حتى يجونا لي شوا. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله وربي ينجحك ان شاء الله، احنا نشوفك طبيبه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما وعدناكم ما زلنا مع تكريم التلاميذ المتفوقين. رانا ننبهوا دائما، ماناش نكرموا في التلاميذ اللي جابوا الباك كامل، لا، رانا نكرموا في التلاميذ المتفوقين. طيب اليوم راهي معنا تلميذه متفوقه ماريا، تفضلي ماريا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا تلميذه ايد عبد الملك ماريا سيرين، ادرس بثانويه قويدري محمد بخميس منيالا، نجحت في بكالوريا دوره 2023 بمعدل 17.98. 8 بارك الله فيك. طيب ماريا، اهداء هذا التفوق للتفوق هذا اللي حققته لمن تهدي هذا النجاح اللي حققته؟
أكيد هذا النجاح كان أولا بفضل ربي سبحانه سبحانه وتعالى. إذا أهدي هذا النجاح إلى عائلتي، إلى عائلة بوهيني وعائلة أيد عبد الملك أينما كانوا، أمي، أبي، جدتي أو خالها، خالها رأى منها، وخالي هنا، خالها رأى قدامها، وهذا بابا هذا نرأى معها، ويمها رأى أنفاس من هيه، ربي يحفظهم كامل. زيدي ماريا. أيضا إلى جميع العائلة التربوية من أساتذة وطاقم، يعني كانوا متكفلين بنا. شكونهم؟ وش من ثانوية ماريا؟ ثانوية تقويدري محمد. ثانوية تقويدري محمد بخمس مليار. وأيضا أصدقائي. بارك الله. أريد أن أذكر صديقتي أمينة وخلود، وأيضا بنت خالتي مايا. بارك الله فيك. طيب آخر سؤال ماريا. نعم. طموحات تاعك ولا وش راكي حابه تقراي؟ التخصص في الجامعه ان شاء الله. تخصص الطب ان شاء الله. راكي معول ولا راكي مديسيدي؟ خلاص ان شاء الله. الطب ان شاء الله. الطب ان شاء الله. حنا نتمنوا لك ان شاء الله نشوفك طبيبه في المستقبل ان شاء الله. جراحه قلب ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله.